زكري الى الشرميتي، البحث عن عمرو مرعي، خطير عمرو مرعي، خطير الكره، مازال يحتفظ بالكره عمرو مرعي، التوزيع خطير، الهدف الاول، والهدف الاول للنجم الساحلي دييغو اكوستا في توقيت 35 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، الدقيقه 80 من المباراه. دخل وسط الميدان غازي عبد الرزاق يرفع الكره في اتجاه دييغو اكوستا، لا ما فماش تسلق، قول محمد سعيد كورتي، الهدف الثاني، هدف ثاني ممتاز من البرازيلي دييغو اكوستا، ممتاز جدا، تلبى الكره كسر بها تسلل دييغو اكوستا. لمصلحة الناجم عرضية ملعوبة في منطقة الجزاء، تعديل، يأتي التعديل، هدف في توقيت في غاية الأهمية، النجم لا